أعادت المملكة العربية السعودية في موسم الحج هذا العام تشغيل قطار المشاعر المقدسة. يعمل القطار على نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، ويعود للعمل بعد توقف دام لعامين بسبب قيود الإغلاق التي فرضت للوقاية من فيروس كورونا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا صعيد عرفة، سيتوجه حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم، ومنها التوجه إلى مزدلفة فمنى من جديد لرمي الجمرات وإتمام المناسك، عملية كانت تحتاج إلى تحمل مشقة انتقال وتكدس كبيرة، فضلاً عن الحاجة الماسة وقتئذ إلى عشرات الآلاف من المركبات والحافلات التي كانت تقل ضيوف الرحمن إلى المشاعر. ولذا فقد نشأت الحاجة إلى قطار المشاعر المقدسة، ومن اسمه تفهم الغاية من إنشائه، وهو ربط المشاعر المقدسة بخط سكك حديدية تربط المشاعر المقدسة بعضها ببعض. الخطوط الحديدية السعودية في قطار المشاعر المقدسة، القطار الكهربائي الترددي الذي ينقل الحجاج بين مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال 9 محطات، 3 محطات في منى وثلاث محطات في مزدلفة وثلاث محطات في عرفات، بطول إجمالي 18 كيلومتر. من خلال القطار الذي يبلغ سرعته 80 كيلومتر في الساعة يستطيع القطع المسافة فيما يقارب 10 دقائق، وسعة القطار 3000 راكب في الرحلة الواحدة، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية 72,000 راكب في الساعة. بدأ تنفيذ المشروع عام 2008 وافتتح عام 2010 بكلفة إجمالية قدرت بما يزيد على 6.5 مليار ريال سعودي. يعمل بنظام تحكم آلي ويضم 9 محطات، 3 منها في منى ومثلها لمزدلفة ومثلها لعرفات، عبر خط حديدي مزدوج بطول يبلغ 18 كيلومترا. وقد استبق موسم الحج بعمليات صيانة واختبارات للتأكد من جاهزية القطارات ومنظومتها، مع إجراء عمليات التشغيل التحضيري استعداداً للتشغيل الفعلي، مع عمل اختبارات الطوارئ اللازمة قبل انطلاق موسم الحج. هذا قطار المشاعر المقدسة متنقلاً بين محطاته المعتادة من منى إلى عرفات ثم العودة إلى مزدلفة فمنى من جديد. هذا المشروع الذي يستهدف تقليل معدلات الازدحام والتكدسات بين حجاج بيت الله الحرام يعود للعمل من جديد بعد توقف امتد العامين الماضيين بحكم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على خلفية تداعيات فيروس كورونا، وبالتالي قلة أعداد الحجاج في السنتين الماضيتين. أحمد أبو زيد لإكسترا نيوز من على متن قطار المشاعر المقدسة.